السلام عليكم طلاب الصف الثاني. اليوم نشرح الضوء. يعني شنو الضوء؟ الضوء شكل من أشكال الطاقة يؤثر في العين ويحدث في الأبصار، وهو موجة كهرومغناطيسية له خصائص عدة. إذا شنو تعريف الضوء؟ شكل من أشكال الطاقة يؤثر بالعين ويحدث الأبصار وهو موجة كهرومغناطيسية وله خصائص عدة. هذا تعريف الضوء. نجي على الأجسام اللي تبعث الضوء، نسميها أجسام مضيئة مثل الشمس، النجوم، والمصباح المضيء. والأجسام اللي تعكس الضوء نسميها أجسام مستضيئة كالقمر والكتاب والشجر. إذن هنا أنا أجسام مضيئة اللي هي المصباح، الشمس، وعندنا الشمعة. أجسام مستضيئة عندنا القمر والكتاب. الأجسام المضيئة اللي هي تبعث الضوء، أما الأجسام المستضيئة تعكس الضوء. هذا الفرق بين الأجسام المضيئة والأجسام المستضيئة. ينتقل الضوء بشكل موجة كهرومغناطيسية. يعني شنو؟ مكونة من مجال كهربائي عمودي على مجال مغناطيسي. إذن إذا نريد نقول شلون ينتقل الضوء، ينتقل الضوء بشكل موجة كهرومغناطيسية مكونة من مجال كهربائي عمود على مجال مغناطيسي، وهو جزء من الطيف الكهرومغناطيسي. يتكون الطيف المرئي من 7 ألوان: أحمر، برتقالي، أصفر، وأخضر، أزرق، نيلي، بنفسجي. ويتراوح مدى أطوال الموجية من 400 إلى 700 نم. هذا الطيف المرئي من الأحمر للبنفسجي، كل لون إلى طول موجي خاص به. ما خصائص الضوء؟ للضوء خصائص عدة. مثل شنو؟ شنو خصائص الضوء؟ أولا الضوء يسير في خطوط مستقيمة بالوسط المتجانس الواحد، مثل عندنا ضوء الشمس يسير بخطوط مستقيمة بالوسط المتجانس الواحد. يمتاز الضوء بمبدأ استقلالية الأشعة. يعني شنو؟ يعني إذا أخذنا عدة ألوان من الضوء وسقطناها، فإنه الشعاع الضوئي يواصل بالسير باتجاهه، ما يتأثر بالشعاع الضوئي الآخر. يعني مثلا اللون الأخضر ما يتأثر باللون الأزرق، الأحمر ما يتأثر بالأصفر. كل شعاع ضوئي يسير باتجاهها، ما تختلط الألوان. هذا يسموه استقلالية الأشعة الضوئية. ثالثا لا يحتاج الضوء إلى وسط مادي لانتقاله. ما يحتاج الوسط يعني مادي لانتقاله، فهو ينتقل بالفراغ، وينتقل أيضا بالأوساط المادية الشفافة. يعني ينتقل بالفراغ وينتقل بالأوساط الشفافة وصول ضوء الشمس إلى الأرض. رابعا يسير الضوء بسرعة ثابتة بالوسط الواحد. بالوسط الواحد سرعة الضوء ثابتة اللي هي شقد 3×10^8 متر على سكند. هاي سرعة الضوء بالفراغ، هاي مهم جدا، حفظ نحفظها مثل اسمنا. شقد سرعة الضوء بالفراغ 3×10^8 متر على سكند، وهي سرعة عالية جدا، يرمز لها بالرمز C. ترتبط ويا التردد وطول الموجي بالعلاقة الآتية: انه سرعة الضوء يساوي لنا طول الموجي في التردد، F التردد، طول الموجي يساوي لنا سرعة الضوء. حاصل ضرب طول الموجي في التردد يطلع لنا سرعة الضوء وين؟ بالفراغ. فسرعة الضوء بالفراغ 3×10^8، هاي حفظ. نيجي على سلوك الضوء بالأوساط المختلفة.
يعني شلون يسلك الضوء بالأوساط المختلفة. عندنا المواد تقسم من حيث نفاذيتها للضوء إلى ثلاث أقسام: مواد شفافة اللي هي مواد تسمح بمرور الضوء من خلالها، مثل عندنا الزجاج، الهواء، الماء. المواد شبه الشفافة اللي هي تسمح بنفاذ قسم قليل من الضوء وتمتص وتعكس المتبقي من الضوء الساقط عليها، مثل عندنا الزجاج المحبب. المواد المعتمة هي المواد اللي ما تسمح للضوء بالنفاذ من خلالها، مثل الحديد، الخشب، والكتاب. يتناقص مقدار الضوء النافذ من الوسط الشفاف بزيادة سمكه. إذا إن الوسط الشفاف السميك يمتص الضوء النافذ، وذلك نرى قاع البحر مظلم. ليش؟ لأنه يتناقص مقدار الضوء النافذ من خلال الوسط الشفاف بزيادة السمك مالته. زين، كيف يتكون الظل؟ الظل شلون يتكون؟ يتكون عند وقوع أي جسم معتم مسار الضوء. يعني أنا عندي مسار مع الضوء، يجي أي شخص معتم يوقف بي، راح يتكون عندي ظل. هذا الجسم يعمل على حجب الضوء عن منطقة معينة. الجسم اللي واقف مسار الضوء راح يحجب الضوء عن منطقة معينة، تنشأ مساحة مظلمة تتخذ شكل الجسم المعتم، مثل احنا الظل مالتنا اذا نوقف بالضوء بالليل او بالشمس. كل وقت نوقف قدام ضوء يطلع عنا ظل، تتكون هاي المنطقة المظلمة تماما. المنطقة اللي مظلمة كلش يسموها الظل التام، يعني الظل مالتنا. تتكون حول منطقة مضاءة قليلا تسمى شبه الظل. يعني المنطقة المعتمة مالتنا، الظل مالتنا، يسموه الظل التام. بينما دائر مدارة اكو الضوء اللي هو معكوس من الضوء، يسموه منطقة تسمى شبه الظل حسب نوع المصدر الضوئي المستعمل، يعني حسب نوع المصدر الضوء. ويعد تكون الظلال دليل عن انتشار الضوء بخطوط مستقيمة. يعني تكون الظلال هذا دليل على انتشار الضوء بخطوط مستقيمة. هناك ظواهر طبيعية تحدث نتيجة تكون الظلال، هي كسوف الشمس وخسوف القمر. إذن كسوف الشمس وخسوف القمر هي ظواهر طبيعية تحدث نتيجة تكون الظلال.